الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا وحنا نقصود وين يا برنامج لما قاعد بحي سوفي توك وكسو بحى أستان تي في. برنامج كان أو كهذا ليا أرمى بالشدة. وشيء ذا كله دون. أن وحكم إذا سيدا وحب الشدة وحكم إذا أن عافيماتك حد قدو بيدا كالي وحيا مبادنا لسوكو بكرين وحامير تمرتي نوغو قدوميها دورشد مدحبنان حليمة إسماعيل إبراهيم اللوغو مقعد روح حليمة يري حليمة يري تاريخ ديادة لغو مسوكو بكر حقا حليمة يري وقبر تاريخ دير له حليمة يري وحان إسبارن لابدو كون يوتوبنكي لابدو كون يوكويتوبنكي حليمة وحان إسبارن نيروبي وحي واقس كشقينيسي واقس دولة رسمية مجرين كميل كاربانيسي وحي كشقين جرتي قبالة دحي حليمة وقبر وقتك أسولي بوحان أمالين وقتك وقتك سيوري إني تمي دوقتك عن برتي وركا حليمة وطن كان وحي كانت ميل فوق واقسنا وحا أريمهان بلشادة كشقين جري دمر آد وترير وحليمة كميت هاي مركا حليمة وحبذن بأكت هاي ما أنت نوين شو قدون تا مركا محل لي هاي حليمة مرو حليمة كسودو سوفي توك واكو فرح سنة إنان كسو قيب قلو وحي انت أقول انت يكر عنك أو ليوي دي أو كجواب كرنا واكو جواب هيا وحيابها أد إي تابنا أو أد إي بقير أو حتى ذكر تشقوين كأنسوها إني أت أتابعنا عين ونتبعي إني مقدعي ووعي قلنت شعبك مركا وبرنامج عن كفر حدونه وحن قلت لنا إن لجود قيب قاتو إن حو هاي سؤالها الصوت ديار صدو سئم برشدين ما أنت وبتبادينه هذا هو هتسنتين دونا دور كهوينكو أي كلين هرمارين تبلشدا حليموي سؤال شو هو رسالتكم فيديو دور نوع أي هوينكو بلشدا كلين بسم الله الرحمن الرحيم دور هوينك أي كلين هرتمل سوكو يكره ودور أد وين أنا كل جهة دانت سؤال إسك سوقات البوينكر المينكر ما أنتوا كلاتوا لكن دورك وين برشده هواك كلين وحوي دورك هو يد يقوس كذا كل هذا هاي دورك إذا بيش إسك سوق بلعبنا يا حياة وحسوس هريسة عرور تاسنا وإنا نقطع عرور تيلة هو يد مركو حيكوه جاي مسائل ما هذا إنا نقدان إلما تيلة markay soo korinaysaa yaryihiin waxay ku barbaarinaysaa inuu noqdo kan ugu fiican kan galaaska ugu fiican kan dawladdu hoggaamin doono inuu noqdo boqorkii reerka inuu yahay waxayna ka bilaabanay maalintay naaska u daahdo oo caanahaas ay siinayso uusan afka markuu gelinaa uusan aqoonin cunugii ma yaqaano sida loo nuugo markaasay bilaabaysaa inay wax barto oo naaska ugu aadinay afka oo ugu haynaysaa tarbiyada hooyada maalintaas ay bilaabatay marka doorka ay ku leeyihiin marba stage uu noqonayaa markay hooyadu guriga kusoo barbaarinayso markay gabadhu iskoolka ay aado qaybta ay ka qaadanayso iskoolka markay shaqo aado haddana qaybta ay ka qaadanayso qaybta ay ka qaadanayso wadan bisadeeda intaasoo dhan ee hooyadu ay door ugu leedahay waana wacyigeliyaha bulshada hooyada حيال ما دام أيضا يصور بربارسي ووعيها وعيقليها بلشدة هذا ما أنت اللي جوغنا هو يذوى وقتي رب بدنتها وانا وقا وقتي بدنتها أديل فيري آبها المها كورين تود إي وعيقلين تود كورين مذو ماها إن ريارك إنت العقلو كانوا لغا أقاقو أدو شقاكو مشغولو وسياساتكو مشغولو ووحكا لكو مشغولو ماها كورين مذا كلية العقدة كلية كورين مذو حواي بربارينتا كريمد أيضاً السيدو كالهدو أنجلينا وحاقيب تقاتا وزارة وحبرشادة بربارينتا محالو يري وزارة تربية وتعليم
تربيتها كهريس تعلينت وزارد وين علمها سكولك وين عنق الغصو تببرا عنق غاسل تببرا أبلش عافمات قبهنو إن إسكرا مدن كان دقالا كرعي والإسدلي هو يدوى الأغاميشي كي استاكت يدوركي كي استاكت قبل الصومالي يدوى الأغاميشي كي استاكت يدوركي كي استاكت هو يدوى حين قدرنا قبلي بدباديه قرن كان قدر رنتي وريرك إسكو هاي دقالا إنتا يسم بلابن سنة ذي كوري لبسي دحسن كوري سي مدن كا دقالا هل مرمقي عين واسو بلاو ذي واسو سعودي قبل ذو كسو دعي قبل بدن وكسو دعي والسعودين تاريخ ذا intaas ay dhibaatadaas socotay ee reeruhu waxay isku dayayeen markay cuntayaradii bilaabatay dhaqaale xumadii bilaabatay in ilmihii la dirsado oo banaanka loo diro wixii ugu fiicnaa oo la diray asadkii ugu fiicnaa oo la diray waxay noqotay gabadha gabdhii Italy aadeen xawaanala joogta umaleena Italy aadeen ayaantaas nolosha dadka waxaa badbaadiyay gabdhii Italyaniga aaday reerihii bil u soo diraan reerihii guryo u dhisaan habeen imaalinay taagan inay reer u shaqeeyaan kuwa laba reer u shaqeeya gabdhihii waxaa loo bixiyey murxiso waxa waa nadaafadii gabdhihii Italiyaani ka shaqeynaya magacaasa loo bixiyey si u taagnaayeen ay u dadaalayeen ay u shaqeynayeen markuu dagaalkii dhacayna kuwii loo baxsaday ayagay noqdeen oo reerihii dhan dhoofiyey gabdhahaasay ahaayeen wax dadka badbaadiyey وأكتين ذات كده بدأ هذا الصومالي سبب بعدين one billion على سود دراي ذات كسود دراي إنه يحب بدناين قبلها ولذا أي ويلش وشقينا عين نكون هيك وشقينا وبيلا لكن أي ذاك قادس ويل كأي ذا كليتي وكل جيس أذا جذا هيك على الله درا كان هلا درا هلا وحي حوالا ذا تجي سعدا وحير في إذا دوا دريمه أنت جبر سوق جلسة أنت أو هاي نن وسوق جلاي يا ترى بدن أو واحد دراي مرك أنا بمشي لسان نلاش أك لسان تبع تذا كل عذي وقيسك سهستان وولي أي جرتو سومالي إن جريه هذي دبل قشط ركست ودبشته وحكي أنت دت كي دي بدي جري دت كاس دي بدي جري أو حسود دراينا ميدن هاي رجو حمسو دري جرين لكن هو جان كذا قبلها إسكالها كم إذا ها واحد سوستا وحي أن سمين جرا حسوستا جبر كستنا أنت هسي إيه سمين جرتي مرك إن مركي الصار نقدنا ودول إني مدي إن الرسالة الصار نقدنا قبل دور وين كعيارن هل جم في عني كجلين ويكشقين إن كستوي سن هلين وحي أي مدنعين لكن هدنا وح كوين مدنعت وين إيه هلي سو حواي ودن كيدو رسالة أيدو عروس صار بحيسو أيضاً ضد كلا تببراي أيضاً شق الله صعد محايا لبكون إلحدي عن ودن كان إمت ما أنت عن إيمانه لبكون إلحدي هي ما أنت ماشى أنفر إنه وأكل دوينته وحاقول حياة وحبذا دولتي شلا حمد تي ما أنت في عندي كسيه رئيس حمد أنا ما آمن سني أنا وحاء آمن سني قلبي إني ملسو جارسيسي إلا ما أنت أستانه كلا أنفر إنه waxaan soo gaaray mar haduu ninka guriga inuu ka soo baxay ay tahay oo joornaalo yar waxa soo bixi jiray waqtiga dagaalka xog ogaal iyo la dhaho goobjoog aan yaa la dilay qof bul qaraabadeeda ama maanta qof dileen adii qof qaraabadaada la dilay ma baxaysid guriga iska joogay maxaa yeelay in lagu uga aaraa ka cabsaneysa meeshaasan soo marnay maanta waxaan joognaa inaan safiya toog ka hadlayno waxa keenay isbedeladii soo dhacay ee isoo haya hal mar dhibaatada laga ma bixi karo mar ba qayb aan laga baxay anaka binaaadana oo jecel inaan wax si degdeg ah hal mar u aragno laakiin ajalada gadaal ugu noqo soo fiir meesha laga soo tagay iimaanta meesha la joogo waxaan u baahantahay inaan hore uga socono oo ka sii weynayn oo wax naga dhiman oo dhan aan sameyn waxaan ku iimaaneysaa wacyigelinta bulshada inay ku gihiin dhibaatada taala in ay ayagana dhinacooda ka qabtaan. Waad mahadsan tahay Xaliimo. Waxaan kaloo rabaa inaad waxaan uga taabatid
سيدي هاوينك كورلو وقعدي كرا مثلات سياسة يو شقه لسته والله أنا وحان قبا هاوين كارتو ريتو إن أنا مكفكرين كلية مثلات سياسة ديت محاور الله وقعدي كرا هور مر وحالو ومرا أقونت أنا إلهي أنا حريستو يدي يدي أبي مشي جاي هو يدي يدي هديسن أهين ميشان جوجن مي جوجن جيسني مدى عن لي هان ميشان وحبرش هذا ما برتين سكول أنا يرقى ليجي واجا سيستم قتالياني وها وها بريبراتوري بريبراتوري وها كيندر جاردن قال لي بلاب لحسن أنا وجرى حقاً قبل لعبي مكسي سينو إسكولي إهد وان كدكتا يا ملايين كرا وحاجرت إسكولي يراهدو شي حسن برساني متقانين وحوكويا لا هوتل هوتل حاوتاكو دوية سما يا حاوتاكو تو ماي حاوتاكو تو ما حاوتاكو تسور جداي دين عانكال قدالنا وحاكي حيقا ناس هبلو تو هوتيل كلا ديجر ومركز ما مقعية كلايته لب بحي ما إيد إيه هذا مقع كلا حتى أنا له هوتيل كاس كذا لين عنو لا ميجا كحجة لين عكلنا هوتيل كحاو تاك هاد اللي راها كسور جدا وحال ديجر إسكول ك أفتليان وحال جود ديجر 24 مايو لبعتني أفر كمي لبعتني أفر تمي وحيد معلن تليانو oo fashisti iyo 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 muxuu ahaa Hitler waa isla jireen ay ka adkaadeen ay qabsadeen dhulkoodi maalintaas way maalintaas ay ku sameeyeen marka iskoolka meeshaas aan ka soo bilaabay elementar ayaan markaan dhiganeeyay aan laga soo wareejiyay iskoolku waxa laga dhigaa hal yiri high school waxaan la keenay dugsiga 21 October 2020 كوز لوليو بارمانك بارمانك حرمت وين بارمانك قداش سكويا سكول قبل كلي هو ما أنت أسامح برشة صوب لا لا جامعة دي أنك بحي بيراه وهذا أيدي أنا معلمت كان قضي وحبرشة داس أم برنا أي شيء أذاقة إنا وحقا بنكرو إنا بلشة تحقلو تاسا جرسيسي een marka waxa waaye haweenku siyaasad kaliya ma ahna waxay ka maqayeen goobaha shaqada ay ka maqayeen runtii hadii la hadlo waa aragteen hadaa shaqooyinka tagtiin gabdho meelo ka shaqeeyaan waa jiraan gabdhuhu waxay u badan yihiin shaqooyinka hoose adeegayaal nadiifiyaal waxay si u badan yihiin way ku yar yihiin agaasinka kore ama shaqaalaha kore way ku yar yihiin waxaad ka hadlaysaa miya xafiisyada dawladda xafiisyada dawladda een حفيزة برايفت كحتى هدا فيرس قبل وحي وبدني شقوين كهوس رنتي شق ذاك لو قال لوج بدني هاي إن مركا إن عن مالين كستني راه إنه سياسة دي عربنا سياسة دي عربنا وحاك هبون إن اللي راه ذو مر قبلها شق ذو عد عدها قبلها عن قاعدنا إن اللي سورات سد عنك حال جو سورات سنا مركا إن وح برتيد إن أتفر في عوناتيد إن أتقارن ذو حكام قد inaad aamintid inaad wadanka wax ku soo kordhin kartid inaan xirfadaheena dhisno haddaan siyaasad rabno xataa xirfadeena siyaasadda inaan dhisno oo challenge-ga siyaasadda dhexdeeda yaal ama baarlamaanka yaal aan ka qayb qaadano ee aanan noqonin waxa ay iska dhageystayaal inaan noqonin gabadha in la tabo ayada in ayadu wax tabta maana in la tabina waxaan ku gaari karnaa waxbarashada haddii ilaahay xalimo waad mahadsantahay حليمو سيدي لو هلي كرا دقنقاق هاوين وكرو قادة وعيق هاوينكا هارتا كرا قادة دا وعيق اما رقا نقطة اما هاوين ها نقطة ساان هورق وشيغ وحيكا سوا بلابنا يسا دوكسية دا هوس دوكسيكو وإنو سنقنين دوكسي لعك رادية وإنو نقضى دوكسي داد وحيقان سو سارة way kala duwan tahay markaad dugsiga furaysid hadaa passionkaaga aad u furaysid inaad dad waddankan wax tara aad soo saartid
iyo marka u fureysid inaad lacag ka sameysid oo income oo ku noqdo farqi weyna u dhexeeya marka dugsiyadeena aan ku laabanno hadda ma jirtaa tarbiyad haddii tarbiyado ay jiri lahayd xirfado gaara ilmaha la soo markaan dugsiga hoose dugsiga dhexe dhiganayn xirfad annagoo aqoonta guud gaadanaa haddana xirfado gaar ah la isbiraayo oo laysku imtixaamada ay ka mid ayadoo lagugu mashquulinayo marka horta waxay ka bilaabanaysaa haweenkii in laga soo dhiso iskoolkii oo aan ahayn inti galaaska la keena gadaal la fadhiisiyo wiilashiina horey lasoo mariyo su-aal ma weydiin karto ma hadli karto gabar waaye halkaasay fadhidaa hadday saas ku socoto gabar waxaa soo baxayso aan bulshada la saanqaadi karin muxuu ka dambaysa mar kasta ma aha xishood xishoodku waa waxa la rabo xishoodku waa waxa asluubta noo yeelayo xishoodku waa waxa muxuu ina qurxinaayo inaad xishoodid quruxday ka mid tahay laakiin waxa waaye haddana in aad isa soo badhaan dhigi kartid aqoontaada aad soo banaan dhigi kartid hooseena ka soo bilaabato dhaqdhaqaaqna waxaa loo heli karaa in la helo gabdho aqoon leh isku xiran ayaga isdaafacaya kana shaqeeya mashaariicda ama brograamada lagu horumarin karo gabdhaha in la helo xalimo in agaasinka loo dhiibanin maxaa keenay dumarka oo loo aamini waayaa dumarka lama aamini weynin agaasinkiina inta la tirtansiiyey lama dhihin gabadha lama aamini karee wiilkaa la aaminaa loo dhiibaa laakiin waxaa keenay horta mujtamaceena marmar waxaan iraahdaa mujtamaca warkan la sheego oo ah ninka keliya horeeya naagta waxba ma ka aha soomaaliya waa diidaa waxaana rabbi inaan uga mahad celinna waayo haddaan gabdheheenna soomaaliyeed nahay adduunyada kale ama islaamka ah ama afrikaanka ah ee jira inaan wax badan xor uga nahay oo uga fiicannaha oo raggeennu inoogaga fiican yihiin taas horta horeeta inaan aamino waayo waxaa ninkaan rabnaan guursanaa oon keensanaa oo naloo ogolaadaa shaqaa naloo ogolaadaa oo waa baxdaa subaxii waa soo labisataa waa baxdaa waxbaa wax ka tiraahdaa heblaayo waxa la weydiiyaa la yiraahdaa hooyada baadiyaha joogto guriga ayadaa ka talisa rida la gadaayo iyo saca wax laga maalaayo iyo kulli ayadaa xukunta bal islaantii aan soo weydiiyo leh odag maahan go-aan iskama gaaro qiimo weynaan ka leenahay bulshada ama qoyska dhexdiisa haddaan gabdhanahay haddii loo fiiriyo wadamo badan oo caraba iyo wadamo badan oo afrikaan ah maba hadli karaan ma soo bixi karaan wax ma sheegi karaan dhaqanaa jira nin kanaaguu qabaa naagtiisi oo joogto uu qabo uu guriga naag kale u keena uley sariirta ee ila seexanaysaa ma hadli karto hadday ciddeedii u laabato waxaa leeyahay haddii lagu furo dhibaato waayo iskala joog ninkaaga joog iska dhaqankaas xun iska qaado waa dhaqankeennii waxaas ma nihin muxuu ahay bulsho fiicana ilaahay naga dhaliyay horta aan ku mahadnaqno haddaan soomaalidanahay midda shaqada soomaha tartan waayo nimanka tartankee nooga hormareen ayagaa isgarabsaday odayaashii iyo ayagii iyo siyaasiyiintii ayagaa is yeeshay oo tan tartan noqotay marmar cilladu waxaa keenta xataa gabadho hadday qoys kale ay qabaan inaa la dhaho de kursigii ciddaasay la aadaysaa akii aad dhibaatadaasa aa imaaneysa waxaan uga bixi karnaa laakiin inaan karti yeelano inaan waxbarano kuwiina waxbarta kuwa kale inaa waxbartiin iskoolada inaa barnaamijyo laga qaato oon olcolayno oo meelaha aan wax ku gaari karno oon tagno oo iskooladii lagjaro kasoo bixino gabdhihii si gaara wax u tusno oo oon hanuunino arrimahaasaa lagu gaari karaa oo wacyigelintaas aan sameyno maxaa yeele wacyigelintii waa yaraatay hooyadii ilmihii ku mashquushay wacyigelin badan ma hayso cunugan waqti dagaal oo laysdaba ordaayo oo markuu soo karo jaamacadda kasoo baxana inuu rabo ku bilaabo meel sare iyo maxaa heli karaa iyo maxaa lacaga iyadoon shaqooyinka hoose dhan isku xixigay laga tagaayo way baaba-day aabaha naftiisa guriga awood saas uma laha shaquu jira ama siyaasaduu jira ama ganacsiguu jiraa ama shaxaaduu raadinoya uu wixii ku beeli lahaa ilmihii tabar umabahaayo inuu la fariisto habeen kasta
أما أفرنا عوض قبائل سد حبينا بكم قيها المهنة يا وعي قلنا المهنة أو أبي وفر السنة وقتل ماما وده سانيال 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 أنا بسان سو هنجر وحن سانيين إن قشن كوا حني هاي عايد وحنت هاي وحها دراج لقات وحنت هاي عنق ومتى ببرايا مجتمع والدة أمرك ماشى أسكسب حمرك إنا أنت إنه وح فهميسي أنت وح برت إيه أحد حيرته أو إسكول الذي أن كل هذا إنه علمي أن ساعده أن سين أد إيه إنه ناقصن تهدي له مركو حلا هذا أضيعش وحويا وين موقدا لكن لما هيو ميكو ميمو موقدا وهذا ما سنت حليم لكن حليم وين أنت شقرها تعنيسي ما يقتشول بقى ذو سي في جاك وبتاع وقفت كأقوم بدن تاعي لقاه المري بسم الله الرحمن الرحيم هرت وحا أنا نصيب كلها هاي وحان دوكس قصر كبحي أنا أق أنا أما شقيه لايو أما جامعة آذاي والول بمقبين بو والول كمركا دوكس قصر كبحي ما بقبتيد با أما جامعة لا جلسة أمس شقة هلي قصب شقة لغو قرايا هذا شقة ذا مجانس قرأي سنين دي سالسو رجنا وزارة هبل انتاس آذيس وزارة هبل انتاس آذيس وزارة هبل انتاس أما انتاس جامعة دي انتحان وقالين جامعة دي قلن هورت مركز عن صومري جامعة دي مركان كبحينا شقة ذا سيسي هلان كوهي لو وحان كوهي لي شرعي وحايا لجامعة دي سدح ذا أما أفرته ودرجة ذا سريسة إنه كل يد نفتي ذا قادته وبعلن ما لو دياري بحاي المعلمين أجنبها وحنو دقاي معلمين سومالي إلا دياري على ربي مركة وحان كجري أفرتي سنة كاس لقاته كل يد بيره ومعلن ما ذا لو قاته ومصر كان لو ديري بيره إنه يصوبرتان نقالها بيره يصوبرتي هذا يا أبوي سياسة إيو دورش عن كشقيا لكن قالها بيرها سوبر تولي ب إن هرو مرينتا محور رمية إيو رورال ديفلوبمنت إيو أنسمي مركا حوجا ماشى سوي كسو جلسة سياسة دي مركا جامعة ساسا نقول انتحان أن ترتن أقله وحيقول رئيس مركا مريك تجي أن أقله إن وانا كسو بحرنتي سي أو سعد فيرة أو أنا جي حلبان وضع أنت كان حاجة متعلق لكن هنا أساس قارنا إلهي وأرجينا حربنا كويتية أنت هاد كشقي نسي وقتي سيفل وورك من كل قصوته وقتي هاد اللي جوا قبر جامعة سود ميسي وشهادة وذاتا وغريس في عن قصو باس كريسي وقبل بدنا وحاجرة شقر هذه نايا دول ذكر هاجعي مركي حفيسي ذا تغان إيش قادة ويتستان نصيبه ملحا وحالي كان مبوسو علندونا أمبحلي بان باوضعي قبردو وكحينا إيش حفيس كنوكينا قبردي سيدي للربي يعني ما مسكي للربي لولا ما دقمو يعني حقنا ما أحا وانا بديهين قبلها إن أنا قونتو ذو حلوسين مركي قاركوت مركا أريمها ساربي يعني واقي هوري حيت شقادة فير يعني واجي سيفل وركور شقادة ولا هي اللي جالسة تحت لما اللي الجيران أم لينيا يبطون يقولي جاي شقادة كرهت سن وقتي قاس لكن حتى وقتي قال لي جوا تمر كل عمر هنا يوقف لحظة سو سو ركتها عدى أنا وحن كده هاي وعن صامرني نظام كم كان كبحنا جامعة عدى إن شقوين يستمجرت شقوا على وجود قال وحدي كرت جلاسك جبرد ne ka aqoon badneed wiilasha markaas la dhiganeysay ee ugu horeeyay ee ka darajo badneeda dhici kartay wasaaradda beeraha aheyn markii wasaaradda beeraha kulliyadda beeraha markii laga soo baxo wasaaradda beeraha ee daaqa qaranka ee aan iskeen jiray oo isku dhigin jiray markaa waxa jireen agaasimayaal oo isku duwayaasha gobolada ee isku weeyaasha degmooyinka ee wasiirka markaas joogay wiilgood gabar ma magacaabayn waa ka buunda badneed waa ka darajo badneed waa ka tafq oo ka fiicneed laakiin isku duway iyo agaasime iyo hore wiilasha laga siinaa waa dhaqankan ahaa oo in ragu inay gabdhaha ka horeeyaan markuu wiil dhasho sida loo farxo waa aragtay hooyadii hooyooyinkii xataa waxay dhahay wixii ay dhali jirtay dhashay hooyadii aad dhahayso ama islaantii kala diriska la ehdaa aad dhahayso
dan waxa aan ka tusay inaa wadamo badan ka fiicanahay laakiin wadamo badan aan ka fiicanahay macnaheedu ma aha inay wax kasta sax yihiin oo waxyaabo badan aan qaldan xildhibaanka xildhibaanada iska dhaaf xildhibaanin ee xildhibaan gabdhe ah meelay wadaan gabar maba wadaanba dhif iyo qaliil waa inuu xildhibaanka intuu gabar soo wado uu keeno waxa uu xafiiska keenay uu wado wiil waa waxa qaladka keenana waxa waa wasaaradihii isla xisaabtan ma jiro ciddaba socota ma jirto shaqaalahan ay qaadanayaan sidee ku qaateen si feer ah oo cad oo shaqaalihii lagu qaato oo lagu kala qaato ma sameeyeen anaga gud cusubaa ahayn shaqaale ma ahaysan inaan shaqaalo qadannay noqotay runaa idiin sheegaa komishinkeena markaan fadhiisanay waxaan ihi shaqaale seen ku qaadanaa sharci cadaan degsanay oo shaqaalaha lagu qaadanayo oo lasoo maraa waxaa aada uga xumahay markaan soo dhejino gabdhaha soo dalbanaa aaday u yaraayeen aaday u yaraayeen wiilal kelii waa markii ay gabadhu soo dalbatana ee timaadana waxaa dhacaysa xataa inaysan isa soo bandhigi karin oo hadli karin oo si fiican uga tobankii gabdhood ilaah aa hal ka heshaa gabar saas ah maxaa keenay waxaa keenay arintaa idiin sheegaya oo hore oo gabadhiiun lasoo diyaarinin wacyigelin badan fiican soo helin aa keenayso si aan gabdho guddiga ugu qaadano marka waxaan qasabnay UNK waxay gabdhahay tababaraan daday tababaraan UNDP-da dad badanay tababara siiyaan waxaan dhahaynaa 10 gabdhoodaan u baahnaa oo aa tababarteen oo imtixaan ka qaadeen oo ka bixi kara shaqadan komishanka hadda 127 gabdho waay gabdhahaasna saasay ku yimaadeen waa yaryihiin gabdhaha imtixaan noogu soo baxay inaan ku kabno inaan kabno volunteer noogu shaqeeyaan UN-ka uu noo soo diro ayaga ay ka bixiyaan lacagta horo wax yaroo ee baska ku raacaan kabacdina ay saas shaqaalo ku noqdaan waxa waaye gabdhaha looma soo dhisin muxuu ahaa inay dhacdcadaadaan waxaa loo soo dhisay lagu soo dhisay inay xishoodaan ee hadlin taasaana ah dhibaatada keenaysa mahadsaned xaliimo haye yaa su-aal qaba oo su-aal weydiinaya xaliimo qof qof ya wiila bilaabay gabadha bilaabayso gabadha u dhiib gabadha 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 u dhiib kaali noqo ya wiilo kaali noqo wiilo istaag asalaamu calaykum kuligii waan ii salaamay horta waa sharaf ay tahay inaan kula hadlo inaan kuula kulmo waqtigaa qurux badan aana gelisay sidaa hore u sheegtay m ay dhahda maamada gabar waxbarat waa dal waxbarte gabar waxbarat waa bisho waxbarate gabdhaha inay waxbartaan muhiimada koowaad waa horta hore sidaa wax ku baran karaan jaamacadaha free maahan iskuulaadka free maahan waaridka shaqo fiican ma haystaan midda xidigtana su-aasha su-aal waay sidee shaqo ku heli karaan qofka bini-aadanka keli waxbarashada ma aha shaqooyin badanaa jirta adduunka oo la samayn karo gabdhaha eebal sameeyaan sida dharkood designerka wax walba ee kala duwanyin ay sameeyaan gabdho dhaqaatiir badanaa jirto shaqana ma haystaan muhiimadda waxaa waa shaqo qofka inuu helo qofka muhiimadda keli maa ina wax loo sheeg ee wax inaa la tusu waay sa haddaa dhahan mustafation keli haddaa siino aan wax tusin qof wax ma qaban karo hadda adaa dhahdid hore ukac hore u soco wax samee aana shaqo haysanin aana wax samee aa haysanin ma soconay mustafashid waa qaadana qalbi way ii degaa laakiin waxaa rabaa show inuu qofka wax la tuso wax inuu sameeyo muhiimadda qofka waxaa waa mustafashin dadka dhan adduunka dhan mustafashin ay sameeyaan laakiin sidee horumar u gaari karnaa sidee gabdhahan u socon karnaa sidee gabdhahan ay u shaqeyn karaan gabar kasta magaalo hadda shaqada la shaqa kara maa gabdhaha badana waxay fiiriyaan boosaska xildhibaanada boosaska wasiiraha sida shaqada dowladda laakiin ma aha shaqooyin badanaa jirto in oo gabdhaha hortkood shaqooyin easy la siiyo gabdhaha ina ii kaabsas marka keli muhiimadda waxaa waay sida hore u sheegtay gabar waxbarato waa bulsho waxbarato waxbarashada horto inaa horto ay leedahay iskuulaal free eh kow hore 1-2 xataa ahaad oo dowladda hoos tagto jaamacada free eh 1-3 ahaad oo dowladda hoos tagto siday gabadhaas wax u barato iyada isku qabato gabdhooyin badan had waxaa jiraa drug isticmaal gabdhooyin badan waxaa jiraa oo mental problem haysta gabdhooyin waxa badan waxaa jiraa oo abuse haabus haysta guryada abuuseka haysta oo kaleete
قبلها ما أنت هدي أو نوش كحمات مسوحين أي حمات بحيث إنه قلنا هذا سيد هذا أركت سيد تيك توك وكلاته وحبذن أي صوب ديجام حاسة وبي problem كهايستو شكل أنت هايستو قبل ده هدي هو شق هايستو ما أنت تخاف أو بهكرت منها طبعا كل عنو ما مين كوايا إله قراصية أنا هرتورة مرة والبحوم هدي عنا وارد كيجا وارد كيجا أدير كي وارد كي نفهم كيران هرتورة سيد صومالي ذا أجن هني وارد ك أدير مس أبتو واحد كوسينا ما أنت مجرم أنت قلي لها الله درب كوسينا ما أنت نم أوحمي بقص وحيت سائنا أنا وحق بسكره قبل هن اسكوم دماهن قارنا وحوي قبس كران وهستك كران وهشقي كران أنا ما أنت هوش أشقى بلابة أنا رفضها قبلها هستري جيجا ست حيت وصل نجري ما أنت أنا مال إسكليها أي فرونت هاي وارد كي محيوب دير جري إنا وحق قبس هوي ذي قار لا سي إنا وحق قبس هوي ذي طبعا إنه كرسي أبي وأشقيا الحمد لله لكن بعضك هو وارد كوان لكن قبلها وحافي عن وارد كو إنه سوء يرجعيا إنه وحق بسكره إنه تسط إنه وحق بسكرته إنه كحشون قبلها شقوينك أنا ما وحاك عصلا هاي مهمة كواد بحاول باهيد علاش هذا وقتي باهيد مسكح الله محمد ترس تمرك بحس أتوم حق جلسة سو حرجينا إنه هتورة واد مهرسنت هاي واد مهرسنت مرجع حاجة بدريا بدريا واد مهرسنت هاي مركا سؤالها سو كوبا يا مركا هرليسان يا سؤالها سو كوبا بسم الله مريعي وسمير يروم علي لها نوحان عوزيكو حينكو زارد قرقار كل مدب نوحا أمرينا يا مانتا ساكي سمح أليسي يسوكا عمركي برقرام كل إشي هنا ما محالي مئماني سو مرك أبو الرئيسي سفرك أبو الرئيو أن محال لها أقالي إنان كل مدب آداء سلسو عنا مامدا وحانا نقطة وقت في عنا أسل قادنا أبو الرئي نحضي هادانا إنتا كشيكتوها وإنان عداتت سياسة صورة كشيء قبري رات هذا كهرماتي وإنا محل إن عدات وإنا هاجع فرن هذا تحسن وحبذن عيسى عديسون هو ما تعرينا إن محل لها أرتوا أمي مثلا قبلها إني إسأمنا متى على قف كنفسي دي صورة مبون إنه آمن وإله على فقرن وهلا يا أما هي رادع ما وين هذا إن متى كل عباية هالشيء تنو حواقف كود هرتوا عني لها هذول هالرجال قبلها واحد يبعتوك هاي وحواي وحير وانني مستوى سرعي وخلو بك بالعوان قبر عن هذا بيل كهيل كرين ونولش هيل كرين وحير بتاع إن أي محالة أو حبرتي جامعة ذاك بعد لك فصل هواي وحاقوضن لقلت إن رئيس بيزك أبلودي هذا عمر كأك فكرت إني وحكر كصوت عيان وكل أمر البرادي سيد وحوين 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 الرادي واسح لكن وحكو بالعبلات لهم أبيوز جرين كر هذا ما أنت إساقد هذه ستي سمر قبل عمرك أمور رأسيني حرفة ذاها يشقوين كبلاوغا يورتا إيه كفكرا سؤاش من ويدين كرتا سؤاش لك هذا وقتي وقتي غير سؤاش أقبو حواي إن ماذا بحويدين لها إن حلقة صبرت حلي في عنا وحصبرت وقت في عنا سوجوكتي سؤال شخصي عن إنو كويدي أربا إن مركا جستي لواتي شنسان هدي لو علين لهاي إن مانتا محانا رشا هذا كبدل لهيت محاقف كأيج كاس جروع وقبر عاد محال لها كل تلني تسيد وفكري سوسيدي محال لها أسنيل دو حاسان كسو تلعب صدا أبو حاسان يوها بونيت إنا عنيق عن سمي سو أشو سو كنتي نور بس مو ما حسنتي لابي سؤالو دا اللي ويدي ميدو هرا وحيكا هدلي سي قبر سي ويلي ساشقو أبو دا سيء ويالي مادام محق آشيكني وقن آنكسو هذا أرد مرك أبو رسوة إنا نفهمنا شقادة ما أها شقادة دولد كلية دولد ودامدة وماش أبو ير أو شقالة بحصة وحا شقالة شقادة وحي أبو دانتاي إن هي أدو إن حوا هجار لولي أو برايفدة ودن كان هي أذي جار كلولا برايفت كوحين قدن كلية جناسي جا
ganacsigaas oon ahayn ganacsi waddanka laga soo saaray. Haddii ganacsigaas uu noqon lahaa waxa lagu gadaayo waxa waddanka laga soo saaray, alaabtaas la soo saaray warshado badan oo kala duwanay lahaan lahayd, dadkuna meelahaas u shaqo tegi lahaayeen. Hay-ado kala duwanay lahaan lahayd, dadkuna meelahaas hay-adahaas u kala shaqayn lahaayeen. Xoolihiyaa laga shaqayn lahaa, beerihiyaa laga shaqayn lahaa, baddiyaa laga shaqayn lahaa, muxuu ahaa dhulkan macdan badanaa jirta. Ad maalindhadu waa maqlaysan meel god oo wiil ku dhinto dahab laga qodaayo, dahab tiro badanaa laga qodaa. Ayaan aan journaalkan economicska aan ka aqrinaya maqaal, waxaa dahabkii waxaa ku yimid muxuu ahaa dheelidhacaa ku yimid oo waa raqiisay. Sababtoo ana waxa waaye dahabka suuqa madow ah ee Soomaaliya laga keenayo, saasaan ku qorneed. So dahab intaas la eg inna laga helaba oo suuqi xoogaa gilgili kara meelo kastayna ka buuxdaa. Marka waxaa maqan annagiina waxaa noqonay annaga iyo dowladdii, shacabka iyo dowladdii ay noqotay. Qof kasta oo shacab ahaa wuxuu rabaa inuu shaqo helo meesha shaqada laga heli karana keliya dowladdii waay. Meelaha ugu badan oo shaqada laga heli karana waxay noqotay siyaasaddii. Taasaa keenta dadka inay xildhibaan u ordaan, inay siyaasad u ordaan, inay kursi u ordaan, inay position u ordaan. Taasaa keenta waxay noqotay meesha keliya wax laga heli karo. Laakiin waxaa la rabaa in la dejiyo qorshe cad oo waddankan sidee muxuu ahay shaqo loogu abuuri karaa in la helo. Ganacsatadu inay ganacsatadan waxaan ay banaanka ka keeneen ay ka ganacsanayaan laga fikiro oo qorshe loo dhigo waddankii inuu wax soo saar yeesho, iyadoo aan ognahay haddana dhibaatadii shabaabka ay jirto ay nagu xiran tahay oo waxyaaba badan ay culus yihiin. Waxyaaba aada looga sheeganaa waxaa waaye shaqadii oo kooban, shaqo dowladeed meeqa qof ay qaadi kartaa oo ka shaqayn kara? Lagama shaqayn karo. Waxaan kaloo isku miisaamnayn ardadii jaamacadaha kasoo baxayay iyo shaqada taalla. Maalin kasta waxaa maqlaynaa 10,000 arday oo takhaatiiraha soo baxday. Banaanka ma jirtaa meel ay ka shaqeeyaan? Maxaa yaa konsom yaa qaadanaya dadkan shaqaalahan? Wasaaradda waxbarashada marka waxaa laga rabaa inay u miisaaman tahay inta soo baxaysa sanadkan iyo inta shaqo heli karta inay u miisaaman. Laakiin inta jaamacada la wada furay, intaasoo dad laga soo saaray, dadkiina wax looma hayo, taasaana culays ku ah horumarka Soomaaliya. Taasaa culays ku ah ilmo aan wada shaqeysani way ku qasbanaanayaan marka inay daraaga aadaan, inay shabaab aadaan, inay tuugo noqdaan, inay ciyaal weero noqdaan. Waxaa ku qasbaya meherad la-aantaa ku qasbaysa. Waxaana dhibka weynna wuxuu ka yimid dowladdiiyaa laga wada sugay. Dowladdu ma kabargarayn karto, mana dhacdo inay kabargarayso adduunka shaqaalahoo dhan inay kabargarayso. Private entity aa loo baahan yahay oo shaqaalihii maanta hadda astaan maanta meeqaa ka shaqeysa? Meeqa dhalinyaro aha ka shaqeysa? 100 astaan haddii la heli lahaa lamid a barnaamijyo ah, meeqaa ka shaqeyn lahayd oo imaan lahayd? Shaqadaniya waxay noqotay keliya service wax la kala gato le noqday. Laakiin waa inuu noqdaa in la helaa shaqo wax la soo saari karo. Aniga wallaahi labaatan iyo shan sano markaan jiray jaamacadda beeraha aan ka baxay, waxaan rabay inaan weligeed dhaqaalaha beeraha barto. Waana ku guuleystay. Markaas ma guursan 25 sano, waxbaan baranaya. Marmar waxaa isiraa haddaa markaas guursan lahayd ama xoogaa ilmahaaga intaan ka badan lahaayeen waa iraahdaa. Haddana waxaa isku qanciyaa wixii aan qabtay iyo wixii aan soo saaray. Laakiin waxa iigu weyn inta dhalinyaronimadayda oon ku fikiro waxay ahayd ilaah muxuu dagaalka u dhacay, muxuu waddankan dagaal uga dhacay oo aniga noloshaydii intii ugu qurxooneed iga baabi'iyay. Runtii intii ugu qurxoon, intii hore waxbaan soo baranayay, waa isdiyaarinayay, markaasaan guursaday waa isdiyaarinayay, noloshayaa la iga kala gooyey. Marka waxa iigu weynaa waxa waaye waxaa iigu fiicneed waddankan inuusan dagaal ka dhicin ee si kale wax loo xaliyo. Maxaa yeelay wax weyn oo aan ka faa'iiday dagaalkii
بربر أهين يتبعت سوجي تنتو ديراتي سحيتان كيد آد قد ديراتي إد أفسي مركا وقت جيجي قرحونا وقت جيجي قرحونا رنتي هو إد أفسي هو أن أمشقين لها أما وين محو أهين وحقبان لها أما أن كفرح لها ودن كيد عدي شيء جاية وحيابها أن آد أحسن استوحى واي خميس واي بمانت بري جمعة واي انتي آدينا جمعة عم بينا ما آدينا بابورا الصبح صلاة قادنينا بينا ما انتقينا وكسو قدينينا أيضا قربيدا مصور ما أقان أنا هايست أنا أذقيق أنا مصورنا قربيدا أنا وكم مصورا وأيا بيست سيدو بيهاي انتقينا قربتي أن كسو تقينا قرقينا وصوهينينا فصح في عنا صو قادنا هذا بابور هاي سنين بصح راعي أرورتك تمي كوسع صبحني ما بصبحا القاب كبو حب ساك الراعي وحالينا ياق جمع ذا بار بنان دورة آذينا بار بنان دورة انتوى مركوة مركو كويا لا بار تلياني أولا هاي وقروح بذن صبح يام بحينا بدي أو عيل جالان تغينا بار بنان دورة انكقذينينا مركا اسكاق سو السعونينا قلبتي حمراء وصون قنينا يا خسماي سفاري هوتيل عندنا لين سفاري هوتيل قرية يا لقرية تال وبارت أنا تال خسماي كويانا أرورتي أم بحينا شن ساعة سبحان من خسماي نجوبنا بدي انتقينا ويبي بدي ماشي اسكت قلانا انتقينا أرو ان شرين بسعاد وفي عنو ليا اللي قدو با انصو عنينا هبينكي وحب سوهينا نولاشاس آو وإن كان نسيب بدنا الله كهدنا وين نجاه الله هذا نلاش أس ما قلنا قنكر إلى ويا نلاش أس إيدا يا أو أن دجال كي كيني نسيك لو حلو حليا أنا إراه ذا تاسر قرت وارونو أنا قدرت كنسيب كل عبان هين وواي هس أتوم كجوري إذا قرت أسمع لنا بان أملاني بدن كينا أنا واوي أنا قواي هس نلاش وين نقرح بدنيد وين نوفي غنيد عبسي ما تشرين مالك استعلا مري تشري أنا يدوكسي هو سدح وحان يتدوكسي لده ياسين عثمان وكيان بارن بوندير أنا قواجة تلي أنا قشاقو من هنا باركي السوم أنا وقتي السوماليا مكسو هذي دي سواح دي اسكول كأساق لوبين تشريني عبسي ما تشرين وحوم ما تشرين دوركي اسكول كواكا بحي تشرين كوريا هنا وقاد دوني تشرين يعني داد اسكا عادي أو نور العادي يكون نور يعني المن ماذي أبا هنين أنا قوا هلني نورش يعني أبا هنين وان هلني بيكوس وحب رشوف في عم بيجرت والعقل أنا كام عذو العقل أنا هاين معلمين وحجر حتى أدتك المها مركز أنا قونت ودحنت هدب أوسو نقني سيد سكونك ولو بريو وعرورت عاوني شري مرك أنا وقت أنا وحن وهاستا أنا وقت جالس أنا نسيب بدني بس ودن كينا وحب ضم بنسو أرجني وحبضنا وبربرسنا وإذنكو عادن سوغان يعانو بسوهن مركا إن شاء الله هدنو حرجينا إن المهد أشان إيه هلان إسكول لدي حق أولها يعانو حبرشدي فري لهيت إن هلان جامع ديهي تحسن وحا إمنس إن بلشدو إسكو حرام تحي أي بلشدو ددال يسو وبلشدو ميت تحي أيضون لديهين هبل وقبيل كان هبل وقبيل كان قويلكم محما لكن إن لغمار معك في عان وأنتتك لو إيجن قف كان ما حق بيلك كراسي قاتل لما سيناي قف كي يحسب برتيو ديار سن أو حلا جهر مرينا قف أو حسب برا بيكوس وحلوه هلا قبيل وحلوه هلا مركا إلهي هنا كسر ديبك مركا ويل كاس لما سين مايكروفون كا ما أدري ما فيرنا هل مرة لو ديب حق ما هين قبلها وحلو بالله أنا أنا قاعد عبادنا أنا أنا قاعد ها بسم الله أنا سنتي دبان كسوق بقلياشة قفل بنا منصب كوماش كجوا كسلامة إنت أسكتب مسؤول كا نبيت كنو سارن ستيج كا حرباينا ويدي هل سؤال وكليا دوت ديركو مقاضنا سؤال شيد هاوي دي لهاين عيدة أم كسور حباد هذا الكيد سومالي دانا دخاني لايدا هاي دخان كنو حواي رول مدلكو حواي وضياش وقوامد لغا خاتو دين الإسلام كن مرحبا هلا رجع أيا وحلو يحيم حلا هواين كن رجع إني عادي عن سيد عيد القرآن كبير شيء جاية مركز أنت أصلا كسوة تقو دو مركز سومالية دور كل دوني بلشة سومالية كلهين دين عاد قالها دين عمام الملك مارنت
dhinaca maxaa caafimaadka siyaasadda oo aada maanta gabdho badan oo wax baranayo ku hami weynyihiin sidii mas-uulka maanta stageka noo saaran oo kale sida xaliima un inaan noqdaan rajeyna ku haminayo. Adiga ahaantaada tartanka ragga aada hadda sheegtay tartankee nagol horumareen aad leedahay, adiga shaksiyadaada kugu soo dhacday mise qorshaha kuguma jirtaa gabdhaha soomaaliyeed fursadda u helay oo waalidkooda wax bareen ama hadda ku jiro heerka jaamacadeed ee baranaya maamulkii maareynta cilmiga siyaasadda oo kale inaad u sameyso banal ama inaad u sameyso maxaa la dhahaa urur oo kaleeto ay ku mideysan yihiin haweenka siyaasadda ay ku mideysan yihiin aadina aada tusaale ugu noqoto aad maxaa la dhahaa courses siyaasaddaasi ragga tartanka ula gal lahaayeen aad ugu soo bandhigto qorshahaaga kuma jira mise ma kugu soo dhacay aragti noocaasa si fursadaha aada ugu faa'iideysay ardayda waxa baraneyso ee jaamacadahani. Aadamaysanti, asalaamu calaykum. Bismillahi raxmaan raxiim. Magacayga waxaa la yirahdaa Sayid Cali. Waxaawaaye dhammaantiin waa idin salaamahayaa. Su-aal aan taas kasii fogay inaan rabay inaan ama xaliimo weydiiyo waana salaamahayaa. Su-aashu waxay tahay aan soo caqliyeysanaya ilaa hadda waxaa maqlayay haweenka 30% qoontada siyaasadda inay u doodaan. Marka waxaa la lahaa qofkii aad ari ka rabtid geela la weydiistaa si uu ugu yaraan wargeel mahaya arigan qaado u kuudho. Marka haweenka maxaa diidaya in ayagoona tiro isku xirin oo 30%-kaas ku dhignayn inay dhahaan siyaasadda ragga waa ku wada tartamaynaa oo waa loo wada simaya nin walba calafkiisaa cuno. Meesha 30 isku dhejin lahayn oo 30-kaasba laga yaabo in mararka qaar aysan 30%-ka gaarin oo 15 meelaha siraan. Aan salaam. Bismillah raxmaan raxiim. Aad waa mahadsan tihiin su-aashii hore haddaan ka jawaabo. Horta dhaqanka soomaalida inuu u fiican yahay haweenkana u fiican yahay waa ka hadlay, horaan uga hadlay hooyada awoodda ay ku leedahay bulshada dhexdeeda waa ka hadlay inaan wadamo badan uga fiicannahay. Diintana ilaahay waxbuu nagu siiyey wanaagsan, raggana waxbuu siiyey. Waxa aan ka hadlayno waan ku faraxsannahay runtii diinteena islaamka waa inaa hadeecno waa qasab, laakiinse waxa aan ka hadlayno waxaa wax la wada leeyahay oo ah adiga hadduu dukaan meelkaaga furan yahay dukaanka ku dhegana ay xaawo leedahay mushiibiida markay timaado xaawo canshuur nus ma laga qaadayo, waxaa laga qaadaa tan lagaa qaado kale. Midaas waxaa waxa aan ka hadlayno waxa aan wada leenahay oo nolosha ah inaan si siman iyo sida xaqa ah aan u qaybsano waa mid aan ka hadlayno. Laakiin diinta arrimahay na faraysay ama dhaxalka ha noqda ama waxyaabo kale ha noqda ma ah waxaan ka hadlayno, waxa waaye waxaan aan wada leenahay dowladda waan wada leenahay, shaqada waan wada leenahay, sidee aan u isticmaalna. Weliba hadda haddii aan shaqada ka hadlo runaa idiin sheegaa waxaa jira wadamo hore u maray oo wadamada waaweyn oo annaka inayna baraan dimuqraadiyada iyo noogu yimaadeen oo xafiiska shaqada aan loo sineen gabdhaha waa ka lacag mushaar yaryihiin nimanka, laakiin annaka maya gabar iyo wiil waa isla lacag egyihiin ma kala lacag yarin. Marka fiir meelaha aan ku fiicannahay. Laakiin haddana qofka bini-aadan uu yaho wixii uu rabay iyo meeshuu rabay inuu gaaro kama haraaya, waa sii soconaa, jaranjarada waa sii korayaa, waa la sii koraa. Aniga markaa Mareykan joogay hay-ad waxaa u shaqeynayay dowladda county-ga, marka bishii hal mara shaqaalaha la isu keenaa xafiiskaas inta ka shaqeysa waxaa laga hadlaa sidii hawshii iyo shaqadii iyo wixii marka laga hadlo waxaa loo soo dhacaa adiga maxaad future-ka maxaa rabtaa inaad qabatid. Markasta waxaan dhihi jiray future-ka waxaan rabaa inaan gabdhaha wax baro. Hadda maanta ay joogtaa, maanta ay joogtaa waa ku dhaqaaqi, waa bilaabay inaan gabdhaha waxbaro, aqoontooda kordhiyo, meelna ay gaaraan oo waxa igu jirana aan kusii wareejiyo ayaga. Waan ku fikir, waana ka shaqeynaa, dhowaanna waa arkay haddii ilaahay helmo. Su-aasha kale waxay ahayd soddonkan waxay ku timid waa Jabuuti markii la tagay carta
أرتمرتي لتجي أو حاليري هوينكي بيلها هوينكا شن بيلودا جرتا بيشي بشان هكينتو رجع تلينا يميشي فلي شان هكينتو مركب بارلمانكي وقنو حاسوه قلي شان إلا باعتن قبنوتو شان إلا باعتن هدا أهد أو هدنا اللي يربقلك بصدق واتلابوين ما دام وحن للودي الدنيا هبا أو ضدك كولا ترتمع كاتر بدنيهن كان أقوم بدنيهن ترى بدنيه وحن كودا أني منك مرك سياسة دي كجرة ناقا سياسة دي كجرة ويكا بدنيهن أنك ودا إكا بدنيهن دقالين إكا بدنيهن إدو وحقايبين يسوق عنت وحكوية سنة إيه رقيهن وإسوي إلينا الرق اللي بحنين يودي ألوى إكا بدنيهن أما بميل سوك الله قبل الله هدو والا عرير سندونا أيضا سعون دونتا دي دور شقو في عطي مادو أيضا موحا إسبدل دونتا أمنا هوينكو حواهلا ينا مواغينا أمنا ربو حواهلا ينا مواغينا وحي أهد ميل وحلا قبل الله أو هوري أسعود هدى أيان دويت أول أولياشي آودني وحا نكو بدلني بارلمان كالإحدي السحر لبارنا ذا جنسي يوكيراني بقول كيف صدن جنسي كالانا يو نقوني بقول كيف تدواتن إنه ممكن بقول كيف تدوات النظام وقلت مركا هل يسعي العليها اللي يسعي ماذا تاسع عنك شقينين لكن حاسة عم حاكة أبوض بدن قبلو إنه حوق يشان استرون نظام وحبرتان حق وذن أدري ركران ما لأيكو أكسرساس قريان إنه هنا وقد ما سنتي حليمو وحنجوبنا قبل قبلي برنامج كنا مركا وحنو قدام بيسينا إنا قبل نقعد ستة إنا سؤال ويديسو السلام عليكم معي جوا أمال وحن كتير سنة وزارة الرياضة السبورتية برشلونة أكثر ما محلي من أورميل بس كوارجني وأنت بدل الوجهة اللي جارين جسقبلها شقية هيستا كو أن شقة هيدين وابا قوني لكن كو شقية جارين جسقة هيستا أنت بدل دولة ده حقوق قال وها يوم كده حجرا problem كأقوين إلا شيء كو قبلها دولة أو شقية وحكم دا إن لده هو لحلواتن كوزارة دولة جرتا هل أجلس من جودة قبركم جرت لحلواتن كمبارك so لحي لباتن كاس لحي لباتن قبيل بيك السعودان هل قبيل هل قبر اسكت حواي هرتين وجروا ماما لينيو وماشا حتى قبيل هل قوكي قبر يعني لقوكين ان اقون تاسوا بروبليم جرا بروبليم كالي جروا حكا مدى قبرها كشقي وزارة وكالينا الله سمين حفيس يقوني اهميل وعيسى لاده وكتو كذان ومتسكا قودا لكن أنت بضم إسوي معنا وكهذا لنا بروبليم يدي وان شيقنا لكن حالك ما كان ومحان سمينا أبي يوسف كلا شيقة بوجرة سكشة والأبي يوسف بضم باجرة هراس منت بضم باجرة ودنك تدك دولة أشقية لكن محان إسوكو دي وين هديك هوينك كوجرة دولة أو بوليسي ميكرس كا يكو تكنيكال كاين إسكو حيبنا ذا لهلو قبل داسي هدا لغو سمية شيء جيسو كلمين ودعوهم كرتو أيضو لا إلالين يو انتقريتي جيدة يو سيرتي دا هدنا لحالين يو بروبليم كهيستا إن لغا هلو دادك دولة دو كجرو وكالي حفيز إني سميان وقبل هاسو كالي ودعوهم كران سي هو سأيضو لو حالين يقفكا ميشي جوغ وزير كنان سمع ديسي لغو عياري أيضاً لا إلارين يو لكن هالشو بيرجلينا إن دعوون كرتوا أي شيء يجي كرتوا بروبلم كهالسهدونا أي شيء قد يديكو عينين أما حلو هلي أو لبضر إن عبكو قنعان شكرا خورتا ويجيران دبضان أو كجرا أرمهاس لكن هديك ومدين ومد طبيعة بلاده قفتو صوفر يستكو أرني وحاسي ودعي مجرتو الباب كداشي سوي كحد ليان لكن مركي نقطرون أرنتنا هلاقي هذا العود كورها لوقا هذا عد كهذا ليس عم يتقف كسوي دوما ليس سوى ركت حليمه والله وح إلى تاعي وح حلو بقول ليس كره إن الشروع عد إجرته ومحو هاي قبلها سحد جود كل وسمينا يا حق أسوريسه
دولتنا إني كجرتو ماشي لآدي لها وحقاس سوري لها تاسا أهمهم سن إن بارلمانك وحايا لشرعي شرعي سنسيتيف ونقضي وحنكوتها لنا مرك شرعي قاس أد الشرعي قاس سومالي لان شرعي قاس وكالوي قبان وهو أدس حنسية هاي فوتلان شرعي قاس وكالوي قبان وهو أدس حنسية هاي أنا من وحاني لها شرعي قاس إن انتي لحظة الله حرتو ولماذا نفتي وذل لفريستو وحي قلده كجرو دينتين إسلامك وحقول لي بهاي وحي قلده كجرو دينتين إسلامك وحقول لي بهاي لغن بحيو وحي حق قبرنا سوراي أو كجرنا أما كما قلنا كون كجرنا لو دايو كون كما قلنا لو 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 آدم أو وحلو حلي عنيقة ساسان قبا وحقاد نوغو حمادي أو وحيابها حن نوغو أو حواي شروع دنو دكسن مراعنو وحكلا لآدا مرك إنا أسو جيسنو إن شروع دنو دكسن لآدا أو وحكلا لآدا هادي شروع دنو يقل دنيهينا aan saxanno si ayaga aan ku midna markasta shuruucda in la saxo waay markasta in heshiis uu ka dhaco waay soo shuruucda meesha qaldan in laga saxo ayadoo la isku ogeeyay markaasiito bas aadaan jirin meel wax dacwo soorta waxa waay waxa la noqonayaa een hore looma soconayo een adkaysina waa loo baahan yahay een dadkeena badiyaa diasporada ka yimaaday waxay u badan yihiin inay yimaadaan waxay rabaan markii ka waayaan inay noqdaan ka cararaan haddana markii ay wax kala bilaabdaan haddana ay yimaadaan haddana ay ka cararaan looma baahna adkaysiyaa loo baahan yahay shaqada sahal laguma helo waa inaad adkaysatid waa inaad shaqada aa abuuratid ani 2006-dii imid ilaa ay haddana waa joogaa horta arrinta gabadha ee amal ay ka hadashay horta waa arrin jirta oo iska dhaaf gabdhaha yar islaamihii baa ammaan waayey islaamihii runtii islaamihii baa iyaga bixtaa laakiin dhibaatadu waxay tahay lagama hadlo waxaan maqlay waxaa jirta xuquuq insaan sharciga ha waxyaa badan la abuuray waxay ahayd in la sameeyo wasaarad oo ama hay-ad madax bannaan oo loo dacwoon karo oo dhibka ay u sheegi karaan oo iyadoon qofkii markaa kashifin hawshii geli karta oo samayn karta investigation la ogaado dhibka maxaa keenay markaa sidii loo yareeyo crimeka noocaas oo kale ah su-aasha ugu dambeysa waxaan siinayaa cali yare cali hadal بسم الله الرحمن الرحيم اولا وكفرح سنه كسر قلكا صوفيا توك هذه انا مفرح سنه هاي وانا لو باهنا ان ماركتي شو يصير وكلا هو بدل ما قالوا لا غفروا او ددكي البحاي مغاد كسو لابتان او دليره لا سو فديسيو وي ارغنا ما ماركتي وحي وي ارغنا ما لو كورديو ايغ روحو واخ لا فايدو حليمه دخلني كهدليسو waxaan naga aanan ogeyn oo dhacwo jiraan wax hadda jiro iyadaysa ogeyn oo jiraan marka in afkaarta la ismidaarsana ay u fiican tahay safiir oo ku dhiirigelina programkan iyo inaad dalka ku soo laabato mar kaleba inta markaan oga baxo doorka haweenka laga hadlay runtii aniga haweenka saameyn gaari igu leeyahay hooyaday aniga soomaali waxaa la yidhaha madya la yidhaha soomaa gabdhaha la dhasha anigi marka saameyn gaar ay leeyihiin waxaan garanayaa gabdhaha awooddooda iyo qiimaha ay leeyihiin iyo runtii meelaha qaar marka la fiiriyo nimanka waa ka quality badan yihiin waa ka maaragtay waxtar badan yihiin meelaha qaar waa ka ammaano badan yihiin xilligii dowladda jirta waxaan dhihi jiray war haweenka ha loo dhiibo meelaha dhaqaalaha kaashka ayaalaan sida tikadoo kale bankigoo kale dumarku ma farafarayaan sida rag waxu farafarayaan oo kale ammaan ahaanta waa ugu fiican yihiin markaan u soo laabto tan kale aniga runtii saameyn badan ay u leeyihiin waxaa isoo kiriso hooyaday khayr allah siiyo waa nooshahay bariisay degan tahay nolol dhib badan oo adag oo xilli dalka xaalad adagoo qalafsan uu ku jiro
ee runtii ahayd dalka markii aan ka tegayna waxyaabaha aanan iloobin oo maaragtay nolosheyda saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah mar aan meel yurub dhexdeeda a joogay oo noloshii ugu adkaatay walaashii katiinkeeda in soo gadaan ku dhoofay markii dambe ya katiin iyo dhegadhegaal yira soo ma haweenkii waxa waxay u yihiin wax qiimo gaara u leh wax kale markii weysoo in soo gaday oo ku dhoofay laakiin meeshii aan tegay waxay ahayd milano oo koowaad meesha istaagay soomaalina ma aanan aqoon dad soomaaliya yacani kama aana garanayn aan kala jeedaa gabar soomaaliyahad arkay oo maaqaabka indhashareerka wato laakiin socodkeeda iska fahmay inay soomaali tahay oo weydiiyey waxay tiri niyahu waa ugu fahmay waxaan raadinayay xalimo walaashii la dhalatay sucaadaan raadinayay markaas waxay tiri niyahu waa soomaaliyan ahay in jeedaa waa aqaana qofkaa raadinaysa laakiin muxram aa la yihaha sheeke muxram imitiid marka baawurka meesha dambe oo lugaha iyo lagu xirto meeshaasaa la geliyay wax susta gadaashaas markii dambe oo aan sii tacabirana sidii oo kale igama aana harin hooyaday iyo walaalahay gabdhaha la dhashay iyo intaba way i garab joogeen afarta qof oo aniga mar kasta oo nolosheeda igu badan oo aan ka fakero afarta dad afartaba dumar way midna waa walaalahay midna waa hooyaday midna waa xaaskayga aan jeclahay midna waa gabadheeda waa afarta qof oo xiriirka ugu badan aan la leeyahay oo markasta aan runtii ka fakero markasta wax igu daran waxaan agnaa filmaanta kale markii la fiirsanayo waxaa laga yaabaa marka askarigu dhimanayo intuu kala soo baxaa mugtahay sababkiisi iyo xaalada markay igu adkaato waxa igu soo dhaca afartaas waa runta markii laga hadlo oo igu daran ahaa shaqooyin badan ayna qabtaan oo runtii oo la yaabaysay markii qaar isleeda adiga waxaan meel xataa haddii lagu dhiibi lahaa meel laga bilaabo ma aadan aqoon lahayn waa marmar markaan reerkayga u tago waxyaaba badan ma aqaana laakiin dharka waxwaa ka soo dhaqaa markii la cuntay waa alaabta anaa ku jamacsanaya hal iska dhaaf wash mashiinka iyo waxyaabahaas ya may yurub keliya ma aha de waa inaa adigu garata moogta shaqada reerka in baa ka leedahay ilna waa moogtay waa hooyada dhaqan ahaan markii soomaalida la yidhaahdana guddoomiye xaliima siday sheegtay ragga soomaalida dhaqankaas dhinacaas gob ya maaratay yaan ka nahay waa dhici karaan ragga qaar inaanay sidaas u noqon dhaqanka soomaaliga oo saxda waxaa weeye reerka hooyada u ah aniga hadda aba reer laanahay yani reerkayga xaaskayga waxaa idhaahdaa yacni waxa ayada ii dirtaan qabtaa aniga waana dhaqankii saxda hayo soomaalida adigu taladaas guud uu leeyahay laakiin gurigu waa dowlad xukuumadu waay habsami u socodka guriga ya gudoomiye xaliima sheeko oo iska waxaa jirta oo iska aan isla dhaqaano wiil kaygaan magacu bixiyay marka gudoomiyaha waxay ugu dacaydaysaa gudoomiyuhu markii uu soo baxay cali wiilkii magacii waa laga bedelay oo magaca kale yaa loo bixiyey waana sax oo hooyadaa awooda leh mawti marka anagooda magaca aan bixiyey waa iska soo tegay mawti marka lix sano kadibaan dhowr sano kadibaan waxaa wada lix sano dhehna inuu magaca kale oo cunugii leeyahay marka marka laga awood badiyo lagu maqooniyo de xalaal adhigo mawti marka runtii waa ku faraxsanahay programkan awoodda in la siiyo haweenkana waa sax waxaa soo haray haweenka mararka qaar wax iyaga jeebkooda ku jiray raadiyaan tusaale waxaa ah maalinaweyd gabar wasiir ah yaan waa doodna arrimahan haweenka iyo awood la siiyo marka waxaan su-aalan weydiiyey waxaan adiga wasaaraddaada ma agaasimo ku dhigtid adiga soo hadda wasiir hadda wasiir waay soo adiga wasiir mitid ha wasaaraddaada oga dhiga agaasime ogama dhigayna faylka waxa ugu jira waa nin ay la raadinaysay hadda cabinetkan waxaa ku jira haween ilaa afar shan maleyna gola wasiirada shanta ha lixdaas ugu yaraan saddex kamid ah gabdhaagaasi waxa uga dhigan horta xujadaasna idinkii idinla taallaa waa ka dhigi karaan sida saxda waxaa weeye soomaaliya wasiirka wixii uu rabo
يا شقاية سيا الله بجرايا ورزل زاري سكن جذو كنا نعيا أما هدي ميرك سرسي مدحوينا يكون حرة سيا كنا نعيا ورتب مركع جيب كي نوح كجرا حساب تلا كي هالكاس كم صوب بالعمل سقدومي هدي وزير كأريمه الدبده يماريد يكشانو كيرجيهين أو أجسمياش يحبسينه يرجيهين وحاجة تهاي قبلها وزيرها وزارتها الجوجة وحنا صامر طيب بعده هذا القدرين وزارتها هوانكا أو أجسمه نية صحواي هذا هو وزير ولا سيد العسيبة صحواي وزير حقيقي ما هو وزير دولة أنا صحن وأركع إن وزارتها هوان كرقي هوان كشقيان وزارتها كلا نسيد وكلا رقي هوانها كشقيان ضد إذا وحيتها يقدر يحلبهم هدي دنيا عيك على رجي أجاسمياش رجي هنا كهلايا هدي قدو وزير هذا كلا أي كت لجان دمر وحنا كمان جبنا طن إحنا كلا قديم لكن ضد إذا نحر كذا حوي هدي وزير هذا رجعها أنا متكون الدمر كت لجان ويران حدي إذا يمرك إنك وزير هذا أجبتان إن كت لجان أجاسمياش أجب كنوع كجرا أنا الرادن إذا كيا واحد يستوحي إنه يسكب روحانينا وجدنا النظام أهين إن ماشي قبل لقى وضع لقى نظام سيدا يسنو أهين إن ماشي ويل لقى وضع لقى نمان لقى وضع لقى أنا قولي نظام كان كسعنا إذيك يا نس إيمان سنين وي نظام كان كسعنا إذيك يا نظام أنا مركز دودي نساس عيد وحيد أرتع وينك وحان لقى ماهو كلا نكا مطلية رأى هاوي نكي لها واب حميا ماشا أنا ودي سلة جل ودي ستة حرت هلك سك صوب اللعبتو وأنا كي صوب اللعبتو أنا برمان كا بقولك بكونتون فيف تيف ترى لو قديم مركا ويران ربع مركز يؤذن إيمانيا أنت سيان مرت إلها وركو فرحسنا البرنامج أنا كصاحب كلو أدي هذا رتبه فرحسنا إما ما ستي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كني ما أنت سيوكو إجي هاي وحن رجينا إن ديب سوسو نقول دونو dad martida maanta noo timid iyo gudoomiye xaliima waxaan leenahay wad mahadsantiin in aan kala soo qayb gashay oo aad noo timadeen marka insha Allah is arag dambe oo wacan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh